مرحبا فيكم مشاهدينا من جديد، ووصلنا لفقرتنا الأسبوعية، فقرة يا هلا بالحياة، والتي سنناقش من خلالها موضوع عملية السمنة، والتي لها مراحل عدة يجب أن يمر بها المريض ومريض السمنة تحديدا منذ بداية دخوله المستشفى حتى الخروج. طبعا كل التفاصيل ولمناقشة هذه المراحل لعملية السمنة المستضيف من استديوهاتنا في الرياض استشاري جراحة المناظير والسمنة الدكتور عايض القحطاني. مرحبا فيك دكتور. اهلا بك رولا، الله يحييك. دكتور، يعني احنا حنحكي اكثر عن هذه الخطوات العمليه وكيف بمرق المراحل اللي بمرق فيها المريض، ولكن في البدايه خلينا نتابع التقرير ومن ثم نعود لنحكي كل هالمراحل بالتفصيل معك يا دكتور. نتابع التقرير. بعد انتظار دام شهورا اتت الموافقه على اجراء عمليه السمنه لفراس البنا. اجراءات عده تسبق العمليه المنتظره: إنهاء الأوراق النظامية وتجهيز غرفة العمليات، خطوات تقرب فراس من حلمه المنتظر الذي يحلم فيه البعض بعد سنة أو أكثر من الانتظار. بيتم تقييم المريض من التخصصات المختلفة والمتنوعة الموجودة في المركز، من أخصائي تغذية، من أخصائي رياضة، ومن ثم بدنا نشوف هو تاريخه المرضي، إنه هل جرب برامج غذائية ما نفعت معه أو ما أخذ منها نتائج مطلوبة، يتم بعدها تحويله للجراح لتقييم الحالة مرة ثانية. الاهتمام التمريضي يصاحب الحالة قبل وصولها إلى غرفة العمليات تحت إشراف طبيب التخدير. في أشياء عديدة. الشيء الأول بدء التخدير ووضع أنبوبة التنفس، لأنه مرضى السمنة وضعهم مجرى الهواء عندهم يشكل صعوبة أكثر، حتى أثناء يعني من غير تخدير يكون عندهم مشكلة دخول الهواء، مجرى الهواء بيكون عندهم في صعوبة أكثر من الشخص العادي. تتعرض الحالات المصابة بالسمنة المرضية إلى ارتفاع شديد في احتمالات مضاعفات التنفس، بالإضافة إلى الحاجة إلى وضع خطة دقيقة لتدابير المجرى الهوائي قبل الجراحة، والتي يجهز فيها الطبيب لبدء عملية السمنة. فراس عنده اللي هو سنترال اوبيسيتي او السمنه المركزيه، زي ما بنشوف البطن اكبر من الجسم بشكل كبير، وهذه اخطر سمنه على الجسم. طبعا هذه هي هذه اللي هي الكاميرا اللي بندخل بها جوا، والتلسكوب او اداه التصوير. المراحل اللي يمر فيها المريض بعد العمليه؟ طبعا الان هو ان شاء الله بنقاهه، بشوفونه وبشيل منه الانبوبه، بيصحى بالكامل، بيروح لغرفه اللي هو الافاقه بعد يمكن حدود نص ساعه او اقل، ويروح لغرفه الجناح. اهم نقطه اللي هو افاقته الان وملاحظته في غرفه الملاحظه والنقاهه. نفس يا فراس، الحمد لله على السلامه. عظيم عظيم، كل شيء منيح. في نهاية العملية يستطيع المريض ممارسة حياته بعد يوم من إجراء عملية ناجحة، والتي يصل نسبة نجاحها في العالم إلى 90% لمرضى يعانون من الأكل بكميات كبيرة. محمد الحبيب لبرنامج أهلا الرياض. شكرا للزميل محمد الحبيب. طبعا لنحكي عن هالموضوع برجع برحب بضيف الدكتور عايض القحطاني. في البدايه دكتور، قد ايه بتكون مده العمليه او المده كلها ليفوت المريض على المستشفى، المريض يجي عمليه السمنه وحتى يخرج من المستشفى، قد ايه المده الزمنيه تقريبا؟ يختلف من عمليه لاخرى اختروا لا، لكن في الغالب انه زي مثلا العمليه اللي شفناها، عمليه لتدبيس او قص المعده، وهذه في الغالب انه بيدخل المريض نفس يوم العمليه، بس انه في تحضيرات سابقه، يمكن التقرير انه ما استطاع علشان ذيك الوقت انه يعطيه كل المعلومات طبعا. المرضى، بس في الغالب المريض بيجي للعياده
بيقيم تقييم شامل، بيتأخذ قصة المرض وتوحد الفحوصات، وإذا عنده أمراض مصاحبة سكر ضغط مشاكل في الدم مشاكل في تخثر الدم أو مشاكل أخرى في الأرجل أو مشاكل في العظام، نحاول نشوف قدر الإمكان أنه يقيم بصورة كاملة، ما ننظر فقط للسمنة، ننظر للأشياء اللي مصاحبة للسمنة ونحاول نتخلص منها أو نضعها في أحسن صورة، زي مثلا إذا عنده قلب نحاول استشاري القلب يشوفه، يشوفه الفحوصات اللازمة تخطيط. لما نخلص المرحلة هذه فعادة هذا كله يصير يتم قبل إجراء العملية في العيادة، ويأخذ بعضهم يأخذ مثلا يوم يومين خلاص، إذا ما عنده مشاكل يمكن خلال يومين ثلاثة تنتهي الأمور. النقطة المهمة أيضا أنه المريض، وهذه أتمنى الناس اللي يسمعوا يشوفونا أخترولا الآن يفهمونها، ما يستطيع مريض والله يجيك اليوم يقول يا دكتور أنا فكرت في عملية أبغى أسويها بكرة، هو ما سوى محاولات لإنقاص الوزن، محاولات طبعا. بذل جهد يعني يبين مدى التزامه. فهذه نقطة يجب أن الناس يفهموها، لما نقول والله ما يأخذ يوم يومين فيها مشاوير قبلها، في حاجات قبل أنك نسوي لك العملية يجب الالتزام عليها وتبين لنا أنك أنت إنسان ملتزم فيها. إذا قررنا هذه الأمور خلصت وخلاص، يصير هو ينوم يوم العملية، يشوف التخدير قبلها يمكن بأسبوع أو يوم حسب تخطيط العيادات التخدير، وبعد ما يشوفه قد يطلب منه أشياء أخرى، قد يجد أنه والله لا يحتاج إلى تأهيل من الصدر مثلا، عنده أزمة أو ربو أو شيء يحتاج إلى تأهيل وتحضير أفضل من أجله، لكن إذا ما يحتاج إلى شيء من هذا النوع يدخل يوم العملية، يسوي العملية ممكن في نفس اليوم في الغالب، وممكن بعدها بيوم يطلع من البيت. هذه عملية القص. عملية الربط ممكن يطلع في نفس اليوم. عملية الباباس يمكن في الغالب يأخذ يومين زيادة في المستشفى. نعم، وهذا كله بيعتمد على حسب إذا في مضاعفات نوعا ما بتصير بعد العملية، ولكن بشكل عام ممكن تكون بعد بعد يوم أو يومين. بالضبط، هذا في الغالب كذا، إلا إذا في لا سمح الله مضاعفات، وهي طبعاً. يعني كما ذكرنا نادرة، كل عملية لها مضاعفاتها لكنها نادرة، لكنها تحصل، يعني إذا حصلت فتتعامل معها حسب وقتها. نعم طبعا. دكتور يعني حضرتك ذكرت يمكن نقطة مهمة هي لكل المشاهدين ينتبهوا لها، إنه ليس يعني ممكن يجي مريض مثلا للدكتور الخاص فيه يلا بدي أعمل عملية سمنة، لا، في محاولات ممكن على طريق رجيم خاص، تمارين رياضية، نظام حياة خاص، فهذا دليل إنه هاي العمليات هي فقط للحل، تركينا للحل النهائي لهذه الحالات. ولكن خلينا نحكي، هل بالنسبة للشخص اللي بيعمل هالعملية هل يتبع نظام غذائي معين؟ بتحددوا له مثلا نوعية أكل معينة، مواعيد أكل معينة لازم يتناولها؟ نعم، هو احنا عندنا كتيب خاص اخترولا، وكل المرضى اللي تجرى لهم عمليات سواء عمليات الربط او عمليات التدبيس او عمليات اللي هو التكميم او عمليات اللي هو التحوير او الباي باس او اللي هو التحوير نفسه، هذول الثلاث العمليات وغيرهم في عمليات اخرى بس هذول المنتشرة، اتمنى ان نصل الى مرحلة احنا مرضى كمرضى وكأطباء ما ينفع، وهذا شفتها انا اخترولا في الممارسات وللاسف، انه يعني ما اقول ان احنا ممتازين وعباقرة زماننا ونطلع كل شيء صح، لكن اقول الصح هو سواء نسويه او ما نسويه، الصح هو أن يوجد كتيب للمريض، ونتمنى أن يطلع عليه قبل العملية، بس على أقل تقدير يسلم له في غرفته قبل ما يطلع البيت. نعم. معروف التزاماته في اليوم الأول والثاني والثالث والرابع إلى يمكن 6 أسابيع أو أكثر من العمليات هذه، ومعروف مشواره والتزامه بعدين، هذا بالنسبة للغذاء. فبالنسبة لقص المعدة نعم، هناك نظام مخصص، مرحلة أولى سوائل موية يمكن 24 ساعة، وبعدين 3 أيام سوائل شفافة تقريبا، بعدين سوائل ثقيلة شوية زي الشوربة والحاجات والزبادي واللبن وهذا، وبعدين يواصل عليها لفترة يمكن 10 أيام، وبعدين يبدأ في الطعام اللي هو مهروس أو الطعام الناعم لفترة معينة يمكن بعد 6 أسابيع في تدرج هنجد. نعم هنجد بعد 6 أسابيع أنه يأخذ أي شيء هو يبغاه، بس أنه يأكل كميات قليلة ويعني يشبع بسرعة، تجد أنه يعني يمضغ مهم جدا، لأنه إذا ما مضغه وبلعها حيحس بألم، فيمضغها ويبلعها بسهولة أو بعد المضغ الشديد وكمية قليلة تحس أنه شبع ويتوقف من الأكل يعني. نعم يا دكتور، المهم أيضا أخترو له. نعم تفضلي. لا كنت بس بدي أسأل، هل ممكن يحتاج لي فيتامينات ولا لا؟ جميل جدا، قبل يعني هذه نقطة تقود إلى جواب ثاني أخترو له. نعم، بشكل عام قص المعدة لا يحتاج إلى فيتامينات أو معوضات على طول حياته، ما يحتاج. نعم. إحنا عادة نعطيه إياها في 6 الأسابيع الأولى. والسبب إنه في الأسابيع الأولى كما ذكرت في نظام غذائي، يوم الأول الثاني الثالث وما جرى، فإحنا نتوقع إنه ما يأخذ كل المقومات الغذائية المهمة. نعم. فإحنا نحاول نعوض له الأشياء اللي ناقصة عليه الأسبوع 6 الأسابيع الأولى وبعدين نتابعه.
بس اللي لاحظته هذا اللي كنت بقوله رولا فضل. انه هل المرضى للاسف ما يلتزمون بالنظام اللي نقوله؟ يعني احنا نقول لهم دائما خذوا فطور وغداء وعشاء وبينهم حاجات خفيفه، ايش اللي يصير لهم؟ تجده ما يفطر وما يتغدى ويجيك كل وجبه اخر النهار، طبعا معدته صغيره ما تاخذ هالوجبات ما تقدر تحمل، فيحس مثلا انه معدته تحس بحموضه على طول اليوم، ويحس زي الواحد اللي عنده مثلا نزله معويه وعنده التهابات في المعده، ويرجع بعدين اي شيء ياخذه. فاتمنى من المرضى انهم يستمعوا لي لهالنقطه، وهذه مهم، متابعه الطبيب، مهم متابعه اخصائي التغذيه، واحنا احيانا نعطيهم اللي هو مضاد للحموضه علشان يخفف حموضه المعده ويساعدهم انهم يشربون. الانسان اللي ما ياخذ طول اليوم اكلات متوازعه على طول اليوم حيحس بصعوبه وتواجه مشاكل. وعندنا مرضى يعني يرجعوا لك يقول يا دكتور انا ما قدرت اكل، انا ارجع اي شيء اكله. فالحل هو انك تشرب سوائل وتاخذ مضاد الحموضه وترجع للمرحله اللي هي السائله من النظام، نعم، لغايه ما تستقر معدتك وتكون طيبه، وبعدين تحافظ عليها على المدى البعيد. نعم. طيب دكتور، هل ممكن انه يمارس المريض اللي بتجري له عمليه سمنه مثلا رياضه او تمارين شاقه نوعا ما، او امتى الفتره اللي ممكن بيقدر يمارسها؟ جميل جدا. الرياضة مهمة جدا وحشرح لك إياها رولا، لكن في واحدة نقطة أضيفها على الفيتامينات. إحنا هذا النظام اللي تكلمنا عليه الآن هو عملية قص المعدة. نعم. بالنسبة لعملية التحوير، وأرجو أن الناس يفهمون اللي يشاهدونا الآن، لأن يجيني مرضى لهم سنة أو سنتين ما أخذوا أي معوضات. أي عملية تحوير للمعدة محتاج على الأقل أربعة أشياء طول حياتك، محتاج إلى فيتامين دال وحديد، ومحتاج إلى فيتامين B12، نعم، ومحتاج إلى اللي هو كالسيوم مدة كلها على طول على طول حياتك بجرعات معينة يحددها لك الطبيب معروفة. بس ما تجي مثلا يقول لك مرضى بيجوا العيادة يا دكتور ما حد قال لنا. أتمنى طبعا هذا خطأ مننا، ما قلنا لكم، خطأ من أي إنسان إنه يسوي العملية وما أقول لك يعني مو خطأ، يعني للأسف مفروض إنك تتابع مع طبيب ومع أخصائي تغذية وتعرف شروط العملية قبل ما تسوي العملية طبعا. هذه النقطة مهمة جدا للناس اللي عندهم تحوير، أرجوكم استمروا عليها على طول، وهذه التعويضات اللازمة ضروري. بالنسبة للرياضة إحنا دائما عندنا برنامج نعطيه للمريض المرحلة الأولى مثلا الثلاثة الأيام الأولى، بعدين الأسبوع الأول الأسبوع الثاني وهالمجرد، بعد ستة أسابيع تقدر تمارس أي رياضة أنت تبغاها بدءا من السباحة إلى مثلا الجري إلى كل الأمور هذه، بشرط أنك تأخذ غذاء كافي كما هو موضوع في الجدول، وأيضا سوائل كافية في الجسم علشان ما تفقد سوائل تحس بجفاف. أما في المرحلة الأولى اللي هي الستة الأسابيع الأولى فهو متدرج، يبدأ من الجري والمشي العادي، المشي العادي من أول يوم، وبعدين اليوم مثلا خلال اسبوع تجد انك تقدر تمشي شويه زياده وتتحرك بشكل اكثر، تقدر في البيت تسوي مثلا عضلات وتسوي شويه رفع اثقال صغيره جدا من غير ما تجهد نفسك، هذه كلها تساعد في بناء عضلات في بناء جسمك، ولكن سوائل وكميات غذائيه جيده خلال اليوم مهمه جدا عشان تعطيك طاقه تقدر تتحرك. طبعا. شكرا كثير لك دكتور عايد القحطاني، ان شاء الله بنشوفك الاسبوع القادم بموضوع جديد خاص لمكافحه السمنه من خلال فقرتنا الاسبوعيه معك يا هلا بالحياه. شكرا لك دكتور.